بيكون برحب بيكم في حلقة جديدة النهاردة وفيديو جديد هنتكلم فيه عن الأبراج، وهنتكلم فيه عن أهم صفات وأسرار الأبراج. والسر النهاردة اللي هنتكلم فيه عن برج الدلو، وهكلمكم عن أسرار أول مرة تكتشفوها أول مرة تعرفوها عن برج الدلو. فلازم تركزوا لو أنتم مهتمين برج الدلو، عشان السر ده أعتقد مش ناس كتير تعرفوا عن برج الدلو. هقول لكم إيه السبب إن أنا أعمل فيديو النهاردة كمان يعني. طيب كالعادة بليز ما تنسوش تابعوني على السوشيال ميديا، على الانستجرام وعلى الفيسبوك، وتقولولي بتتفرج عليا من فين وانتو برج ايه، وكمان تقولولي ايه رأيكم في الحلقة، وعندكم اي كومنتس اكتبوها لي تحت بليز عشان بحب اقرا الكومنتس بتاعتكم. طيب برج الدلو، برج الدلو الهوائي. اول حاجة لازم شوية حاجات تعرفها عن برج الدلو الهوائي. برج الدلو من الابراج اللي ما بتعرفش تكذب، يعني برج الدلو عادة مش هتلاقي شخص كذاب، بالعكس هو شخص صريح جدا جدا وبيعبر عن كل حاجة هو عايزها بصراحة. فمش عادة هتقابله دلو كذاب، هو مش كذاب خالص، ده بالعكس هو بيجح، يعني هو بيقول لك في وشك كده ما بيهمهوش، بالرغم من دبلوماسيته. يعني برج الدلو شخص دبلوماسي جدا جدا، ما بيحبش يزعل منه حد، شخص سياسي، ما بيحبش الحروب، ما بيحبش الخلافات، ما بيحبش الخناقات، ما بيحبش يضيع وقته في حاجات ملهاش لازمة. إلا ان هو من الأبراج اللي بتكره الكذب، يكره ان هو يكذب ويكره ان حد يكذب عليه، فعنده كذب خط احمر وشايف ان مفيش حاجه في الدنيا تستاهل ان هو يكذب، فالدلو ما عندوش اي مبررات للكذب. فلو كذبت عليه اعرف ان انت هتخسره مدى الحياه، يعني لان الكذب عنده خط احمر للغايه. الدلو بيكره الناس قليله الذوق، يعني هو بيحب الانسانيه، هو شخص انسان، تلاقيه بيحب الحيوانات، بيحب حقوق الانسان، بيحب يساعد المحتاجين، بيحب يساعد اي شخص محتاج، تلاقي الدلو دايما واقف في صفه. فلو حس ان انت شخص قليل الذوق، او ان انت مش بتساعد الناس، او بتحبش مساعده الناس، هيقفل منك برضو قفله سودة جدا، ويبقى مش عايز يتعامل معاك ولا حابب ان هو يتعامل معاك، لان هو من عشاق مساعده الاخرين، يعني ده عنده باشن وهدف وبيساعد جدع، يعني هو شخص جدع جدا جدا جدا. برج الدلو من الابراج اللي بتحبش الخناق، يعني هو مش بيحب الخناقات كتير، مش بيحب المشاكل، مش بيحب وجع الراس، ما بيحبش، يعني بيحب يكبض دماغه، يعني ايه، مش عايز خناقات، مش عايز مشاكل، مش عايز حد يزعق له، مش عايز حد يضايقه. وكرامته خط احمر، عنده كرامته وكبرياء وعزة نفسه خط احمر. يعني اكتر حاجه ممكن تقتل فيها حد من برج الدلو وتزعله جدا جدا ان انت تقوله انا زعلان منك، دي حاجه هتخليه يتنطط كده قدامك، هتخليه يتجنن، اللي هو لا انت زعلان مني ليه، انا ما عملتش حاجه، انا مش عايزك تزعل مني. هو ما بيحبش خالص ان حد يزعل منه، بيكره الزعل وبيكره الخناق، لان هو شخص دبلوماسي وسياسي. دايما كنت اقول لاصحابي ان برج الدلو مش بيحب يمشي جنب الحيط، لا ده بيحب يمشي جوه الحيط، هوب، يعني مش بيحب يقع في مشكله اصلا. فسبب في حاجه تانية، وفي ناس ممكن يعني تقول على برج الدلو ان هو شخص متشائم شويه، ودي حقيقه، يعني هقول لكم ليه برضو برج الدلو متشائم، بس هو مش اشخاص اللي عندهم نظره تشاؤميه شويه. هو بالرغم من ان هو شخص اجتماعي جدا جدا، الا انه هو عاشق للوحده. عمركم شفتوا واحد اجتماعي جدا جدا وفي نفس الوقت بيحب يبقى لوحده وبيقعد لوحده وبيستمتع في القعده لوحده؟ هو برج الدلو بيجمع ما بين الصفاتين دي، يعني هو في نفس الوقت ان هو بيحب الناس وشخص اجتماعي. ما نقدرش نقول على برج الدلو ان هو شخص مش اجتماعي، بالعكس هو شخص محبوب، عنده اصحاب كتير، منتشر، هو طيب فالناس كلها بتحبه. الا ان هو برضو بيجيله اوقات كده بيبقى عايز يتقوقع وينعزل ويبقى في وحده ويقعد مع نفسه يفكر كده بعمق وبشده يعني. طيب ايه السر كمان المفروض تعرفوه عن برج الدلو؟ بيعشق النظافه يا جماعه. برج الدلو النظافه عنده خط احمر، يعني هو نظيف قوي، بيتقرف جدا 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 جدا. اللي زيه كده عذراء على فكره وعقرب، دول موسوسين نظافه يا جماعه. فالدلو موسوس نظافه، يعني هو لو اتقرف منك او حاسس ان انت مش نظيف في الهجين بتاعك او كده هيقفل منك، مش هيعرفك تاني. يعني لو انتوا بتتعاملوا مع حد من برج الدلو خدوا بالكم موضوع الهيجين والنظافه ده، لان بيفرق معاه بشكل مش طبيعي. حتى في الاكل والشرب، الدلو ما ياكلش عند اي حد، ما يشربش عند اي حد، ما ياكلش في اي مطعم، يعني هو بيكي قوي في حته النظافه دي وبيحب النظافه، بيتقرف، الدلو بيتقرف. فبيريح. ربنا يستر، بدات اكح. فبيركز قوي قوي في الحاجات دي وفي النقط دي. برج الدلو من الابراج كمان اللي بيحب الكلام، يعني هو متحدث لبق، بيعرف يتكلم وبيحب الكلام، دمه خفيف جدا 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 من هنا لبكره الصبح. يعني هو من الناس اللي دمها خفيف قوي، يعني هيقعد يضحكك، هو بيعرف يضحكه، عنده روح الهزار، يعني هو
كمان برج الدلو فيه بقى، دي السر اللي انا عايزه اقوله لكم النهارده، اللي قلت لكم اكيد ما تعرفوش عن برج الدلو وهيفرق في حياتكم، ان برج الدلو ما بيعرفش يعبر عن مشاعره، ما بيعرفش يعبر عن مشاعره. وهحكي لكم دلوقتي موقف انا خليني اعيط. يعني الدلو من الابراج اللي صعب جدا انها تعبر عن مشاعرها، وصعب جدا تفهم هي بتفكر ازاي او حاسه بايه. احنا الكلب بتاعنا لو انتوا عارفين هيزل الله يرحمه، اتوفى من حوالي 5 ايام او 6 ايام. طبعا لما انا ورند عذراء، يعني لما عرفنا الخبر قعدنا نعيط، وقعدنا متاثرين وبنعيط ميتين على نفسنا من العياط. عمر ابني برج الدلو، عمر لما عرف قال هو مات؟ قلت له اه. قال لي اوكي، وقام ماشي دخل اوضته وقفل على نفسه، هو ما عيطش قدامي، وبعدين ما عيطش، ما دانيش اي رياكشن. فانا استغربت جدا ان هو يعني ليه ما اتضايقش، او ليه ما اتكلم، يعني ليه ما عيطش، ليه ما عبرش عن مشاعره، هو ورايا اصلا وسامع الكلام اهو. النهارده حصل موقف غريب، بعد 5 ايام لقيته قاعد على جنب كده، كان ماسك الموبايل، وفجاه لقيته بيعيط من غير صوت، بس بيعيط، ويعني كان مجهد نفسيا قوي. فلما سالته انت ليه بتعيط، قال لي عشان يعني هيزل مات وانا بحبه، وانت ليه خدتيه معاكي بره، وانت ليه. انت متخيلين هو بدا يعبر عن مشاعره بعد 5 ايام؟ فضل كابت هذه. هاي عمر كابت. هاي زيمي. سوري يا عمر. فضل كابت المشاعر دي جواه لحد بعد 5 ايام بدا يعيط. يا جماعه فضل يعيط ساعه كامله، بيعيط عياط بحرقه بوجع بقهر، اللي هو قال لي هيزل مات وانا زعلان وانا بحبه، هي واز ماي بيست فريند، وهو مش بيجي لي في الدريمز بتاعتي. الدلو شخص حساس جدا جدا على فكرة كمان. طيب بس الدلو التقي شر الحليم اذا غضب، يعني هو طيب 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 طيب، بس اول ما بيتعصب اختفي من قدامه، لان انت هتتعب وهتزعل وهتتضايق يعني. فهو لما بيتعصب ولما بيتنرفز بيتحول الى شخص جديد، صعب جدا جدا. طيب الدلو مش من الابراج اللي انت ممكن تجبره على حاجة، لان انت بتفكر تجبر برج الدلو على حاجة، انسى وخد البنسة، لانه مش لا يجبر على شيء. يعني ما ينفعش تجبر برج الدلو، هو يعمل اللي في راسه بس، لان هو شخص عنيد 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 بقى من هنا لحد اسبوع جاي، هو شخص عنيد جدا. فصعب يغير رايه، صعب يغير يعني العند، عنده اسلوب حياه، هو من الابراج الصعب التعامل معاه. وعلى فكره برضو الدلو مش سهل قوي، لان الدلو مش من الابراج اللي صعب تحب، يعني سهل تحب، يعني هو برج صعب يقع في الحب، يعني ممكن يتاخر في الجواز عشان هو مش سهل اي حد تعجبه، هو بيكي جدا، وكمان مش بيحب بسهوله، مش سهل يعبر عن مشاعره، وكمان مش سهل يحب، يعني هو مش بيحب بسهوله. وراجل الدلو ده عشان توقعي في حبك، يعني الموضوع صعب جدا جدا. يا جماعه انا بالنسبه لي برج الدلو ده رمز رمز الجاذبيه. يعني عايزه اقول لكم مثلا مين برج الدلو، كريستيانو رونالدو برج الدلو، تايم حسن برضو برج الدلو، انا بحب تايم حسن قوي، نجيب الريحاني كان برج الدلو، سعاد حسني برج الدلو، اوبرا وينفري برج الدلو، نبيل عبيد اعتقد برج الدلو، دول اللي انا فاكراهم يعني. بس متخيلين بيرسوناليتي شخصيات، هم فنانين على فكره، دايما تحس ان هم عندهم روح الفن كده، ارتستكس كده، عندهم فن، عندهم تالنت في حاجه، غير ان هم اذكياء بشكل غير طبيعي، عندهم ذكاء مش طبيعي، ذكاء حاد جدا جدا مخيف، وعندهم حاسه سادسه، يعني اوعى وخاف على نفسك، يعني لان هم من الاولاد من الابراج اللي روحانياتهم عاليه جدا جدا. فلما بيحسوا بالحاجه بتحصل بطريقه مش طبيعيه، يعني هم عندهم احساسهم عالي جدا جدا، ولما بيحسوا بالحاجه اللي بيقولوه بيحصل. فخاف على نفسك، ودايما الناس تاخد راي برج الدلو على فكره في مشاكلهم، لان برج الدلو من الابراج اللي عنده فكر، يعني هو شخص كده فيلسوف في نفسه، حكيم، يعني الدلو من الابراج الحكيمة. برج الدلو ايه كمان يا روشة، معلش بدلع نفسي يا جماعة. برج الدلو جذابين، لانه بيلبسوا حلوة قوي، بيهتموا بشكلهم، بيهتموا بريحتهم، لانه منضف جدا جدا، حس ان هم منمقين، بيعرفوا يلبسوا، بيهتموا بشكلهم وبجسمهم جدا، يعني هم بيخافوا على نفسهم قوي، بيخافوا يتعوروا، بيخافوا يدخلوا في خناقة عشان ما يتخدشوش، ما حدش يخبطوا في حاجة، هم بيخافوا على نفسهم يا جماعة. برج الدلو
بس هما كرمة كرمة قوي 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 يعني، من اكتر الابراج كرم يعني، ومش ماديين خالص، ولا بيحسبوا، بيحب الفلوس عشان يعيشوا في مستوى عالي ويمتعوا نفسهم، بس هو مش من الابراج البخيلة ولا الابراج اللي يعني بيحوشوا يعني، بالعكس الدلو بيحب يصرف على نفسه قوي، بيحب يلبس يعني، ممكن يصرف فلوسه على لبس بقى، على فاشن، على خروجات، على اكل، هو بيحب الاكل وبيحب اللبس يعني. برج الدلو يعني انت لو عايز تحاور برج الدلو هتحاوره بعقلك يعني، برج الدلو مش هتغري الست الحلوة قد ما هتغري الست الذكية. راجل برج الدلو انت عايز تغريه، غريب بذكائك مش بحلاوتك، هو مش ههتم ولا بفستانك ولا بشكلك ولا الحاجات دي، هتجيبه اكتر ما يعني هو بيحب العقل القوي يعني. بس دي الاسرار اللي كنت عايزه اعرفها لكم عن برج الدلو. انا اللي خلاني اعمل فيديو النهارده موقف بتاع عمر وهيزل، عشان قعدت اعيط كتير قوي، حسيت اني عايزه اتكلم عن برج الدلو. انا بحب برج الدلو جدا يا جماعه. بتمنى لكم كل الحب وكل النجاح يا برج الدلو. اعملوا شير كتير كتير لاي حد تعرفوه من برج الدلو، قولوا لي ايه اكتر صفه شايفينها متفقه معاكم كبرج الدلو، واعملوا شير لاي حد مرتبط بحد من برج الدلو او هو برج الدلو، عشان هو كمان يقول لي اكتر صفه وحاسس انها متفقه معاك. ثانك يو، اي لاف يو اول، اشوفكم في فيديو تاني. انا يا جماعه شكلي سخنه وبدات اكح، وربنا يستر. شكرا، باي باي.